انا الاسم ديالي محمد تلاغي. الشريك نتاع الاب ديالي قام بالخيانة ديالنا. زور الشركة نتاع تنقيب عن المعادن اللي كانت تربطو بين با المرحوم. زور ستاتي نتاع الشركة بهاد الوكالة. هاد الوكالة اللي كتمنع باش انه يبدل ستاتي لصالحه، ولا انا نفوت له لي زابار حيت داخلين فيها الورثه. السيد مشى كيبدل الستاتي مع الكونطاب هنا في مدينه وجده، بدل الستاتي تاع الكونطاب، صيفطوا للاداره تاع التنقيب على المعادن، وانا بلا خبري بلا حتى شي حاجه داني مدينه تاوريت باش نخدمه في واحد الورثه تاع التنقيب على المعادن في جبل 44 وهذه مدينه تاوريت. كنخدمو بيرمي دو ريشيرش، هو قلبو بيرمي اكسبلواتاسيون حيت ما عندوش الرخصه نتاع القانون باش يخرج السلعه نتاع البيع. عنده بيرمي دو ريشيرش، كيخرج كميات كبيره، شي 1000 طن تاع المونغانيز، ماده المونغانيز اللي كتسوى طن ب 500 درهم. علمت المدير الجهوي، السيد ما بغاش يعطيني حقي. علمت المدير الجهوي قلت له بالله ما السيد راه كيخرج السلعه، راه خدام كيفاش؟ قال لي المدير الجهوي راه خدام بلا قانون، وراه بدل السطاتي نتاع الشركه، وانا ما كانش في الخبر ديالي. المدير الجهوي صيفط لجنه تفتيشيه، قاموا بالمعاينه تاع المعاينه تاع الورشه، وجدوا جميع الخروقات تما، حبسوا له الورشه حيت هو كان يدفع الرشوه باش يخدم تما في مدينه تاوريت اونوار، ويخرج السلعه اونوار. وانا من صونيت له باش ندافع على حقي، قلت له خويا اعطيني رزقي، الشركه هادشي اللي درتو بدلتو، اعطيني على الاقل اعطيني رزقي، اعطيني الفلوس اللي واش انا نبدل السطاتي نتاع الشركه، نبدل كل شيء، الرخص تاع التنقيب تاع المعادن اللي با عنده في الشركه رخصه ديالو بسميتو حتى هي داها. قال لي لا ما نعطيكش. انا تسرعت وكذا، قلت له يعني جاوبته بواحد الطريقه، وكنت في واحد الحاله هستيريه يعني، سبيته بحكم اني مريض. السيد مشى شكا بيا المحكمه الابتدائيه على التهديد باش يشدوني بالحبس. السيد دالي رزقي ودا الشركه ودا الرخص، وفي التالي الاداره الجهويه نتاع وزاره الطاقه والمعادن سيزات له كل شيء، وقفت له كل شيء، وغادي يحرروا له المحضر ويصيفطوا للمحكمه. وهذا الشريك نتاع الاب ديالي يعني بحكم انه عنده المال باغي يصيفطني للحبس باي طريقه، حيت با كان معاه راجل وكان الشريك ديالو وخانو حتى حنايا. انا طلبت من السيد غير حقي، ما طلبت منه حتى شي حاجه. كنطالب بجلاله الملك محمد السادس نصره الله انه يوقف معايا في هذه القضيه، انني مظلوم وانا طالبت غير بحقي، وهذا السيد خون لنا حقنا، وحنا كايتام، عندي ثلاثه نتاع الاخوات ديالي والام ديالي اللي ما عندناش حتى المنزل فاش كنعيشوا فيه. كنطالب جلاله الملك نصره الله، الله يحفظه لينا، باش يتدخل في هذا الموضوع ويوقف معايا هاد السيد. هاد الشريك ديالنا درنا خونا رزقنا، وما عندنا حتى شي مدخول اللي غادي باش نعيشوا به حنا، انا والام ديالي والاخوات ديالي. وكنطالب وزير العدل باش حتى هو يتدخل، وجميع المسؤولين باش يعاونوني، بحكم اني ما عنديش المال باش غادي ندير محامي في هاد القضيه. انا بغيت غير حقي، انا هاد السيد سرق لي حقي وظلمني، انا هاد السيد كل ما ظلمنيش ما غاديش نطيع عليه الباطل، وعندي دلائل، عندي وثائق، وعندي كابيتال القديم تاع الشركه اللي كانت تربطو بينه وبين با المرحوم، عندي كل شيء. انا هاد السيد دالي حقي، ما عطاني حتى شي درهم، ما عطاني حتى شي شاك، ما عطاني حتى شي فلوس، ما عودني حتى شي حاجه. با مات معاه راجل كان خدام معاه، ومين مات با استغل الفرصه وهو قام بتزوير كل شيء. وكنطالبكم تعاونوني، وكنشكر جميع الناس اللي قدروا يتضامنوا معايا في هذه القضيه، وكنشكر شوف تيفي.